يعني ببساطة سامي عنان قال ما حدش بلغنا ان في حد دخل مصر، رغم ان الكلب اللي اسمه مبارك قال ان فيه مش فيه. سامي عنان نفسه في الشهادة قال ما حصلش، صح ولا لا؟ واحنا عرضنا ده وكان اول كان تسريب لقناة مكملين، يعني بتكذبوا وبتهيصوا. سامي عنان قال لك ما حدش بلغناه، يعني معناها ان الراجل ضابط المخابرات العسكرية اللي اسمه عبد الفتاح السيسي ما بلغش. ادي يا عم الجنرالات، اسمع العالم يا عم. يلا من المخابرات الحربيه ان تقول عناصر من حماس او حزب الله عبر الانفاق لاحداث اضطرابات للبلاد وهم يحملون اسلحه الى جنبنا من الله العظيم وما امر بلغ عليه السلام ما مش عايز اتفق على ذلك. لم يحدث ده جنرال، وكان مباشر فوق عبد الفتاح السيسي، وكان رئيس الاركان، ولا انا غلطان؟ مش هو ده؟ والراجل ده على فكره اظن سامي عنان كان ماسك حاجه في الدفاع الجوي في الحادثه بتاعت مبارك، صح ولا لا؟ وعينه ورقاه مبارك بعد حادثه الاقصر اللي هي الدير البحري، مش كده؟ وادي الملوك. صدق هو اللي حرك الكتيبه بتاعته ولا مش عارف السلاح بتاعه وامن المنطقه، وترقى بعد منها وبقى مساعد مش عارف ايه ونائب رئيس اركان ورئيس اركان. ده مين؟ ده سامي عنان، يعني راجل خدمته معروفه، مش كده؟ طلع قال ايه؟ قال لك لم يحدث ان حد بلغنا. اصدقه ولا صدق الكلب اللي اسمه مبارك؟ ما هم بيضربوا ببعضهم يا بيه. ثم ده دليل اتهام واضح على انه ايه؟ انه بتاع المخابرات الحربيه ما عندوش فكره، لا يا اما جاهل يا اما عميل وعارف. وبقى حكايه السجون ومش السجون، على عشرات الفيديوهات موجوده واحنا عرضناها لحضراتكم. الناس اللي خرجت من السجون يلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع يلا، والشهاده بتاعت امبارح بتاعت الدردير، كل ده موجود. فدول مش عسكر بتوع اداره عمليات ولا بناء اوطان، ابدا ابدا ابدا. دي مجموعه من الخونه العملاء الذين يجب ان يحاكموا عسكريا على جريمه خيانه الاوطان. وجريمه الخيانه هي الموت مش شنقا، ضرب بالاحذيه حقيقه. يعني مش الناس اللي مش عاجبها الكلام ان الناس دي كلها تتحط في زنزانه واحده ويحكم عليها بالاعدام فورا، يقولوا لنا امال نسميهم ايه؟ انتوا قاعدين طول النهار تقولوا يا جماعه الخير دول خونه خونه خونه، ما جزاء الخيانه في الاسلام يا اخي المسلم او يا اخي المواطن؟ يعني كلمونا كلام يعقل، احنا بنتكلم على دوله. اذا ثبتت الخيانه العسكريه على النحو الذي تشاهده وعلى النحو اللي قاله الدكتور محمد البلتاجي لما افهم مين؟ حسني مبارك.